حلب عبر الزمن تعتبر أم المطبخ السوري، ويمكن ما بيمر اسم حلب إلا وبيخطر على البال اللقمة الطيبة. هاللقمة سرة ببهاراتها ونسبهم يلي بتعطي الأكل الحلبي طعم مميزة، ويمكن السبع بهارات هي بصمة حلبية منفردة. من البهار والفلفل الأسود والقرفة والقرنفل الزنجبيل جوز طيب حب الهال، هاي الأصناف اسمها سبع بهارات، صاروا سبعة. نحن بنعتمد على جودة الأنواع، جودة البهارات والخلطات اللي هي بتميز النكهات. خلطة البهارات معروفة، الخلطة الحلبية لها غير وضع مميز عنا. تشكيلتها، عياراتها، النسب اللي نحن بنحطها غير النسب اللي بتكون برات حلب. أساس المطبخ الحلبي اعتماده على إبراز النكهة الأساسية للمكونات المستعملة بالمطبخ، وعلى التناغم والتطابق بين المكونات والنكهات لتكون بهاراتها مقصد لكل زائر لهالمدينة ليعطي لقمته نكهة حلبية.